تعالوا كده نشوف مع بعض تقرير صورته كاميرا يحكي أن مع الناس العادية اللي ماشية في الشارع، المصريين الجمال البساط، وبالتحديد في ممشى أهل السويس. كلنا حابين إن احنا نعرف أكتر مين بيحب يقرأ، واللي بيحب يقرأ بيحب يقرأ إيه، ودرجة ارتباطهم بالقراية. والحقيقة احنا كنا بنفكر أكتر إن احنا نبعد شوية برا القاهرة عشان نكون في محافظات تانية معاكم. تعالوا كده نشوف مع بعض التقرير ونرجع نبتدي حلقتنا مع حضراتكم، خليكم معانا. والقراءة دايما يعني بتنمي الفكر والعقل، وصراحة هي طبعا لازم تكون جزء أساسي من كل إنسان. يعني هي كهواية لأن أنا باخد منها زي خبرات من غير ما أكون متعرضة لها في الحياة الواقعية، يعني أن أنا ببقى قصة أو أحداث الرواية أو كده بتاخدي منها خبرات تانية في حياتي. هو جزء أساسي من حياتي، هو أنا أصلاً بالنسبة لي ده جوتين، أنا وصحابي بنشجع بعض عليه دايماً، إحنا كلنا بنقرأ سوا على الأقل صفحة في اليوم، ده بيشجعنا تبقى قاعدة كويسة لينا بدل التيك توك أو الموبايل أو أيًا كان، بنستفيد كلنا وبتناقش في أيًا كان اللي بنقراه. طبعًا هو جزء أساسي من حياتي، ببدأ أول ما أصحى، بعد ما أصحى بساعتين لازم أمسك كتاب أقرأه، ممكن مدة بسيطة ربع ساعة تلت ساعة، ومش بقضي اليوم كله، بس هو جزء أساسي من حياتي لازم أعمله. طبعا القرايه مهمه جدا، وما كنتش بهتم بالقرايه شويه، بس لما بدات القرايه لا دي بتديني بتفيدني في الحياه العمليه، يعني معلومات انا ما باخدهاش مثلا من الكليه مثلا او من الدراسه او فالقرايه بتزود جزء مهم جدا في الحياه العمليه وبتساعدني. يعني القرايه طبعا جزء اساسي من حياتي لانها بتديني ثقافه لغويه اول حاجه، وفي نفس الوقت معرفه ومعلومات عامه.